الدار تولي لاباس عليك، ملي تولي لاباس عليك من بعد عاد تموت، ولا دابا المشكل كاع. اخوان السلام عليكم. فاخر هو كاين جتو، فاخر هو كاين، ها الفاخر هو كاين، ولكن كنقلب دابا غنقلب على العواد، ولكن ما لقيتش البلاصه، ما فيهاش، ما فيها والو، ناشفه ما كاينش. غنشوفو كيفاش. لقيت هاد شويه ديال العوال لقيتو، ولكن الاخوان ولكن نسيت واحد الحاجه مهمه، وليت نسيتها، نسيت الموس، وليت نسيت الموس. فاخر هو جناه الموس نسيتو، ودابا دابا خصنا نعرفوا اشنو عاد. فهمتي؟ عيشوا معايا كيفاش الموس. دابا انا نسيت الموس شنو عندي، هاد الطاجين هذا غادي يطيب، واخا نسيت انا الموس، هاد الطاجين غادي يطيب. شي هاد الطاجين هذا ولا تعيطين الموس غنصوب. لا واخا الموس انا نسيتو، ها الموس دبرت على هاد البراد قديم، ها هو حيدت منو هاد العلاق، ها هو غنصوب منو الموس. شي حاجة هاد بعدا، ها بلاتي دابا شوف. الدرام ديال المشكل بلاتي بحال فاخر اهو، علاش انا جد فاخر؟ حيت ما كاينش العواد، دوك العواد اللي غيبقاو مشاعلين ليك وكذا، وهادي ما كاينش، حيت ما كاينش غابه هنا، ما كاينش شي غابه. وصلوا بعدا يدينا بعدا نمعتنا الجرام ديال المشكل اجين. ارا لي الطاجين، ها الزويته، زويته كاينه. المهم غنوريكم كلشي عطريه، كلشي غنوري لكم ان شاء الله بحول الله، حتى كاينه الحراره شويه، ما عندناش غرام ديال المشكل. هاكا دابا دابا اي دابا سيدي ارا لي فين هو الموس. ها الموس غسلوه ضروري، قول لي ما غسلتش الموس ولا شي حاجه. هاكا بلاتي ارا لي الخضيره، الخضيره ها هي، فين هو سميتو بلاتي. ها الحيمات ها هما جبتهم، الحيمات اللحم غالي علينا بزاف، انا جبت لكم غير هاد شويه، هذا غالي ايوا راه بزاف علينا، انا اول الشعب وما خدامش. الخبز، الخبز انا جبت هاد شويه، هذا الخبز جبت هاد شويه، هذا بزاف علينا باش نجيبو خبزه باش نقسموها مع موالين الدار، حيت راه فهمتي كلشي غالي علينا، فهمتي حنا ما عندنا ما غنديرو، كلشي غالي. هذا هو هذا هو الشعب. دابا شو تشوفوا الموس واش غيخدم ليا ولا ما غيخدمش ليا. واقيلا كانت من جنتي. ها الموس، ها الموس، ها الموس، ها الموس.
انا موسى عوفينا بلاتي تخدم ليا ولا ما خدمش ليا بلاتي بقاو معايا اش كاين خدم ليا الموسى ولا لا واش حنا كتسحبونا عسكر ولا بطاطا الموس راه يخدم يخدم قلت لك ما انا نسيت الموس نسيته ولكن انا عن فهمتي غنخدم العمليه عمليه ان شاء الله نخدمها ايوا نسيت الموس شنو عندي وانا بعيد شنو عندي شنو عندي بعد نسيت انا الموس شنو عندي ما عندي والو انا الموس انا نسيته نشوف واش خيز المهم عيدوز خيز نادي هات ها بعدين نادي بالله هات يا ناد شي ها ها يا نادي في الخيز والله ها انتم ها خيزو ها انتم نادي كنادي ها انتم خيزو ها انتم قاب طاطا نشوفوا الطاطا واش عاد واش غيقرده ولا لا ها والله الا نادي بالله والله الا نادي كنادي بالله ها انتم اش كاين نادي ولا ما نادي والله الا نقسم بالله الا نسيت الموس ولكن ها دايزه دايزه ان شاء الله حنا شوف حنا ملك ملك المغامرات والسوقي ملك مغامر من بالتحديات والمغامرات انا غير الجيم ما الجيم صافي حيت علاش انا ولد الشعب الجيم نستاهلو الجيم ما كاين حتى مشكل فهمتي لو ما دير لي انا الجيم ولا نمشي دير مثلا بحال ندى حسي وهذوك واصلين لا شراو شاري الرونج وشاري الديور المحلات ديال الكوافورات بارك هذوك صافي دابا خاصني انا قاوم يعيشوا معايا خاصك تشوفوا هاد الطاجين كيفاش غادي يخرج في هاد الصحراء هادي وانا نسيت الموس وانا شتوني كيفاش ديب باني الموس هاك بلاتي شو هاد الطاط هذا هي خرجت عليها ديك سميتها اسمحوا لي كنقرب بالعسريه انا مازال تعرفوني مزيان حيت انا العسريه عندي معها بزاف انا غير الماكله اللي كناكل باليمن شي لاخر عسريه اليسرى اليسرى بقى الخيزو هادي ها رسيت بقى انت ياك دخلي 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 على المول سلوبي دخلي القرعه هي والله نادي نادي الموس في القرعه انت هذه هاد القرعه كاين اللي كيديرها بجلوفه ديال الجلود ديال الفوقانيين شوف هاد الجلفه الفوقانيه حيدوها بالموس بحال ماك حيدوها بحال ماك بالموس فهمتي بحال ماك يحيدوها ما تخلوش هاد الجلفه الفوقانيه ديال لي طن طن وصافي تخليها هادي لا حيدها فهمتي حيد هاد الجلفه الفوقانيه حيدها بحال ماك سي هادا سي هاكا شتي هادي ديما حيدو هادي ديما حيدو هادي ديما حيدو هادي بحال هكا ربيعات بلاتي الربيعات بلاتي الربيعات هاهما هاهما بلاتي دابا نديرو هاد العملية هادي بلاتي 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 هاكا دابا انا نغسلو نغسلو بعد هاد الربيعات هادو وصلوا بعدا هاد الربيعات دابا شنو غنديروا راه ليا الخضره حولها هنا حيت هادي مغسوله هاد الغلاقه هادي مغسوله ما عندناش فيها مشكل فهمتي هاد الغلاقه هادي مغسوله فهمتي فهمتونا اخوتي هاكا ديروا طن طن بحال هكا بحال ما هكا انا انت التفصيل تو نسيتو بحال ما هكا نعاودوا هذه في الغسيل طن طن حتى هكا هكاك راه لي الحيمات لا بلاتي الحيمات لا اشنو عاد ديروا فين هو الموس موس فين هو ها هو كيتلف يتودى الموس ها انتم اخوتي ها انتم خيزو هو الاول هذه لا فيها الصداق لا غسلتها مزيان خارج عاد شوفوا معايا العافيه واش عاد تشعل ولا لا والله ما عرفت
والبريكا عندك طفلينا البريكا عاودني البريكا فيها واحد شويه اخي الزوات بحال ماك هما الاولين ياك ما خوتي اخي الزوات عاد فوق من البصله انما كاينين العواد ما كاينينش هنا بزاف ها نتوما ها شوف انا دابا درنا البصله على هي هاد الحيمه ديال ولاد الشعب انا جتاج شويه هاد الحيمه هادي ديال البقري حيت ما قضيه غاليه بزاف صراحه ديال الله وهذا هو اللي كاين اخوتي نغسلوا هاد الحيمه بحال ما هك هكاك نديروا لهاد الحيمه بحال ما هك ياك ارى لي البطاطا ديروا ليها بحال ما القصور قشور هكاك ماشي مشكل شوف ربيعات غنديرهم فوق اللحم ربيعات ها هما بينا هما غنديرهم فوق اللحم غنديروا سيدي هادي القرعه ها انت كي دير القرعه شتي ها انت القرعه كيفاش غدير ليها ها القرعه هانت القرعه كيفاش غدير ليها هات القرعه كيفاش غدير ليها هات هادي هي القرعه بحال ما هك الفلفله هادي هي الاخرى من الفوق ها هي ها هي ها هي في داهيه ها ها هاك شيات هاتاجي هاتاجي ديال هاو شتي هاتاجي ديال ها هرا ليا المليحه هرا يا سيدي المليحه ها المليحه ديروا العطريه هي الاولى ياك ها عطريه هي جات مخلطه هنا ها هي هرا ليا سيدي العطريه ها العطريه ياك ها هي العطريه كيما العطريه ديالها حتى الاخر شي في الاخر ديرها من الفوق بحال ما انا وريت الزيت تلقى حتى اللعبه ديال الزيت كيفاش دير لها راهي واحد شويه الملح راهي شويه الملح ها شويه الملح شويه المليحه ها شويه المليحه من الفوق بحال ما هكا شويه المليحه بحال ما كاين من الفوق طن كدا ها هكا دار لي السيدي هنا فين هو الزيت ها الزيت رد معايا البال القضيه ديال الزيت كيفاش غندير ليها انا راه واخا حتى الموس ما كاينش انا عندي واحد اللعبه ها هاي انا نوريكم الزيت العطريه من الفوق ياك والزيت بحال ما هكا هكا تقوب القرعه تقوبها بحال ما كان هي ودير الزيت بحال ما كان هي ودوز عليك العطريه كامله ما تبقاش هاد العطريه كامله ما تبقاش هادي هي رطبها بالزيت من الفوق هي مغسوله وماشي مشكل عادي الماء معايا نجبد البريكه ما عنديش غران ديال المشكل بلاتي شوف الكاردوش عايش علينا ولا معايش ها يا ربي يا ربي يا ربي تشعل يا ربي يا ربي مزيان مزيان ميت نادي كندي هاي سما هاي شعلت هاي شعلت هاي شعلت شوي الخبز راه المهم راه شعلنا شويه نشوفو 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 القضيه كيفاش دايره حتى راه سنفعات حتى هي واو 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 كاين شي لفعه هنا يلا خرج كل مع مرسل الطاجين يلا ها هو طاب ها هو قريب ها هو معايا شي هاد الجلسه هادي ما تلقاهاش في العالم شي واخا تكون عندك فيلا واخا يكون عندك اللي كان هاد 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 الجوله هاد الجوله القصيره جوله جميله ها طاجين طاب ها طاجين طاب ها طاجين طاب بسم الله ها هو طاب الخبيز ديالنا بقاو معايا عادي برد التليفون والله الا عيان بالله راه كان تقريبا طفى ليا عاوتاني عيا التليفون عندي هي كانت شوفوا اخوان بين ما برد الطاجين كانت مواعداني واحد السيده واحد السيده كانت مواعداني تقريبا من شعبان بالتليفون انا ما كنسعاش شوف انا ما كنسعاش انا غير خرجت قلت لي مرات التليفون عيان جات عندي قالت لي ماشي مشكل الا التليفون عيان احنا غنشوفو كيفاش بغل باش ما كانش سميتو كاينه كاينه كاين المهم دازت الهضره ماشي انا جيت وقلت لها مثلا فلانه شري لي تليفون لا انا كنقول خاصني واحد الحاجه ماشي كنجي وكنقول لك العيب عليا الا جيت قلت لك شري لي واحد شري لي القد والقد ديك الساعه اللي كنسمى انا سعاي لا انا كنخرج وكنقول خاصني ديك ولا خاصني هذيك ولا خاصني ما كنقصد شي واحد ديك الساعه ملي كنقول خاصني وخاصني وخاصني هذيك وهذيك كيقدر ديك الساعه كيبان شي واحد ولا كتبان شي وحده كتقول لك انا غنجيب لك هذيك هي
هذه ماشي سعايا. مهم هي جات عندي في سميتو هاد السيدة، المهم حنا كنعرفوها، قالت لي ماشي مشكل انا ناخذ لك تليفون، ماشي مشكل. داس واحد شويه واحد شويه، المهم دوات معايا قالت لي لا ما تعولش لا في رمضان، الا ما كانش في رمضان يقدر يكون في العيد ديال رمضان. مهم ما علينا، وصل ديال العيد ديال رمضان، المهم ما جاوبتنيش. المهم لحد ديال الان بقى ما جاوبتنيش. دوينا واحد النهار دوينا في التيك توك، في كنا طالعين في واحد اللايف، كان معنا واحد الدري مسكين الله يشافيه ويعافيه فهاد النهار، هو الياس. كنا جبدنا الهضره، قالت لي اودي معك كيفاش جبدنا، قالت لي اودي سول لي على الثمن ديال هذيك الماركه ديال التليفون القد والقد، حيت انا خاصني داك الاق، ماشي انا كنتشرط باش غنشري لي مثلا تليفون، انا كنبغي التليفون اللي عاد يناسبني بالنسبه للفيديوهات، بالنسبه مثلا اللايف، ماشي كنتشرط مثلا كنقول لك بغيت تليفون بالقد والقد، لا طاجي نعي برد. قلت لك مثلا بحال هذيك مال سامسونج، في واحد هي كاينه، هي سامسونج في الفئه الاقتصاديه، هي الا واحد، هي الا 73 فيها مع 8 في الرام وفيها 256 جيجا. انا عجبتني هذيك، قلت ما ربما اشوف السيده بعد قالت لي كاينه ماشي مشكل، ديك الساعه عندها ما عندهاش، عاونتني بشي بركه هي هذيك، ما جابش الله عادي، ما كاين حتى مشكل. وصل العيد ما كاين والو، ملي وصل العيد ما ردت لي، ما بقات قالت لي تسنى، ما قالت لي بلاتي. شوف انا كنقدر الظروف ديالها، لا يحسن العون، كيقدروا يكونوا التزامات، مشاكل من هنا للغدا ما عرفتي شنو كاين، كيكونوا مشاكل، كيكونوا بزاف ديال الحوايج. انا مقدر الظروف ديالها ومقدر الظروف ديال جميع الناس، انا ماشي مثلا كنقول لي حقا الا ما شريتيش ليا. شوفي هي راه كتعرفني مزيان، هي راه بلا ما نجبد الاسم ديالها، ومن بعد شوف الا وفات ان شاء الله بالوعد ديالها التليفون، انا غنخرج لكم في الفيديو وغنقول لكم خبر عاجل، السيده اللي كانت موعداني بالتليفون هل امانه، ها هي جات، ها التليفون، ها بشحال القد والقد، حنا كلشي باين، كلشي نوضحو قدام الناس. كيعرفوني الاخوان ديالنا كاملين. المهم نخرج لكم نقول لكم ها الامانه، انا لا كنقول لكم ونعاود نقول لكم ما كنسعاس، انا غير خرجت بفيديو جات عندي قالت لي القد والقد ماشي مشكل، نعاونوك في التليفون، قلنا عادي ما كاين حتى مشكل. حنا شوف انا ديك الساعه الا وفات بالوعد ديالها وجابت لي مثلا خديت الامانه، انا عندي معاها ان شاء الله في الفيديو نقولها، نقول لك معها الامانه ديال فلانه هي وصلتني، راه من شعبان وحنا كنتسناو، وكانت مسكينه عندها ظروف، كانت عندها هذه، الله يحسن العون، ودابا هي ان شاء الله وفات بالوعد ديالها، وندير واحد الفيديو يكون حبي، فيديو زوين. وديك الساعه الا ما كان مثلا ثاني والو، غنخرج لكم ثاني بالفيديو وغنقول لكم اودي السيده اللي كانت موعداني بالتليفون وموعداني وها كاينه وانا كنت معول وكذا وهادي، غنخرج لكم ثاني داكشي اللي كاين، حنا ما عندناش غرام ديال المشكل، حيت انا خرجت بالاول في الفيديو واش قلت لكم فلانه عاد شري لي تليفون، واش كاينه ولا ما كايناش، ولكن خاصني عاود ثاني ضروري نبلغ لكم الميساج باش نقول لكم ان شرات ان ما شراتش، صافي باش انا نوض نكذب عليكم وانتم عاد تسحاموني ديك الساعه واش شرات ليا ما شراتش ليا، خاصني نقول لكم انا كنشارك معكم كل شيء، انتم المتتبعين ديال مول السلوي كنسالك نشارك معكم اي حاجه والطاجين برد، بقاو معايا. انا ماشي مثلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، واو 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 جميل، باقي سخون بزاف ولا بسم الله بسم الله، باقي سخون واحد شويه. راه مثلا انا غنبين لكم نعطيكم واحد الميساج سيروا وفهموه، عاد فهموني عاد فهموني. انا سيدي كنت موعد واحد السيد مثلا نقولوا فقير انسان فقير، كنت موعده مثلا وداك الوعد ما درت معاه والو، كنت بغيت نشري لي واحد الحاجه وما بقيت شريتهاش، ولكن الا جينا نفكروا ونشوفوا كنلقاو وحدين اخرين ضحكوا عليا بزاف ديال الفلوس، عطيتهم بزاف ديال الفلوس، اخوان واخوات شي وحدين عطيتهم بزاف ديال الفلوس
وضحكوا عليا بفلوس بواحد مثلا نقول لكم فلوس صحيحه باش ضحكوا عليا بفلوس صحيحه. ولكن جا ولد الشعب، جا واحد ولد الشعب مثلا اللي نقولوا كان مسكين عايد عي معايا وجايل وعارف بحق الرجال وكيعرف واحد الحاجه اللي لا عطاها لي شي واحد بالله كيبقى يدعي معاه، انسان مثلا فقير هذاك غنقول ليه مثلا لا ما بقيتش شاري لك والو. وملي كنجي نرجع الذاكره كنلقى دوك الناس اللي كنت مثلا داير معاهم مزيان وكدا وصاحبتي ولا هذاك صاحبي ولا كدا ولا هادي عطيتهم شي فلوس صحيحه وقولبوني ومثلا نكروني. كاينه شي فلوس نكروني فيها وكاينه شي فلوس مشات ليا على والو. علاش؟ حيت هادوك دابا حيت هادوك كيضحكوا ليا في وجهي ولكن من ورا ظهري كيضربوا فيا في داري. ولكن ملي كيتواصلوا معايا ولا مباشره كيضحكوا ليا في وجهي. علاش؟ حنا كنبغوا بحال هاد القضيه هادي. دابا بحال هذيك ولد الشعب عنده الحقيقه في الدقيقه اللي كاين كيقولوا تخليتي عليه، وهادوك اللي كلاو لك اللي كيضحكوا لك في وجهك وكيضربوا لك في ظهرك كلاو لك رزقك وفلوس صحيحه. فهموني الكلام واضح؟ بسم الله. والله القسم الى هاد الطويجين طيب على هاد العافيه هادي اخبار فروسك الناس المتابعين. دابا انا انا ماشي انا كنستعان، شوف غير عاطي الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي. حنا من الغدا ما عرفناش شنو كاين، من الغدا تقدر تمشي عند مولانا تقدر تموت، تقدر بزاف ديال الحوايج تقدر تولي لاباس عليك، ملي تولي لاباس عليك من بعد عاد تموت ولا دابا المشكل. لا شوف ما دار ما كاين لا بوطه لا والو، عافيه ديريكت. دير الربيع خص يكون فوق فوق اللحم، الخضره تكون فوق منه وما ربما كيدوب. دابا حنا درنا فوق اللحم ومازال فيه واحد شويه، عند دابا الخضره قليله واحد شويه. ما عمركم تنفخوا تنفخوا على الماكله؟ ما عليك لاباس، خليها تبرد خليها تبرد، ما تيقش ما يقدرش شي واحد يريح. ما تعرف حتى تبان لك جايه من لي. اخوان انتهت الحلقه ديالنا، ان شاء الله كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عاد نساونيش فيها هي الجيم، ولا بغيتي تبارطاجي والشعب بارطاج. شكرا لكم كاملين. اللي دخل جديد واحد ابوني ما نساهاش ليا، حيت كاينين المغامرات والتحديات. شكرا لكم الفرصه القادمه غنعود معكم ثاني من جديد بشي حاجه. يلا الله يعاونكم.